فضيلة الشيخ عطية فقر، تطالعنا كثير من الأسماء التي قد تهين أصحابها مثل الجحش والبغل والفأر والقط وغير ذلك من الأسماء لعائلات شهيرة يأسف الإنسان لسماعها من آدميين، فما الحكم في ذلك؟ روى الترمذي عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القبيح. وروى أبو داود أنه سمع اسم حرب وغيره وسماه سلما، وغير المضطجع وسماه المنبعث، وغير بني الزنية وسماهم بني الرشدة، وغير اسم الحباب لعبد الرحمن لأن الحباب اسم الشيطان، والسبب في ذلك أن الأسماء تؤثر على من سمي بها نفسيا أو سلوكيا، والله أعلم.